هنبتدي بالعلاقات الزوجية. وفي الحقيقة لو كلمنا عن حلقات السفيرة عزيزة فإحنا اتكلمنا كتير جدا في حلقات فاتت عن كل المشاكل اللي ممكن تكون بتحصل ما بين أي اتنين، سواء كانوا متزوجين أو في بداية علاقتهم. اتناقشنا مع ضيوفنا عن حاجات كتيرة جدا ممكن تكون سبب في فشل العلاقات دي. وفي الأغلب، ومش احنا بس يعني، معظم الكتب ومعظم البرامج لما بتتكلم على المشاكل ما بين اتنين هي بتدي زي روشتة ازاي ممكن امشيها. بس هل الروشتة دي بتمشي مع الكل ولا لا؟ اظن في ناس ينفع تستفيد من الكلام ده، في ناس ما بتقدرش تستفيد او ما بينطبقش عليها الكلام ده. وده بيثبت ان العلاقة دي من اصعب واعقد العلاقات الكونية، مفيش ليها زي ما يقولك ايه مانيوال او حاجه بنمشي عليها، واحد زائد واحد يساوي اتنين. كل حاله ليها شكلها وليها الاطار بتاعها اللي بتمشي فيه. فقررنا النهارده اننا نتناقش ونسال اسئله سريعه ونسمع من ضيفنا اجابات واضحه وسريعه برضه، يمكن تكون المعلومه اسهل، نقدر من خلال الأسئلة والإجابات إننا نفهم أكتر دماغ الراجل والست ونحاول نوصل لحل وسط ما بيننا إحنا الاتنين. منورنا أستاذ أحمد عيد، صانع محتوى واستشاري العلاقات الزوجية. منورنا يا أستاذ أحمد، ويا رب نقدر نوصل لحل معاك. أهلا وسهلا بحضراتكم وبالسادة المشاهدين، أنا سعيد جدا أن موجود معكم النهاردة. منورنا. طيب خلينا نبدأ الأسئلة السريعة. مؤخرا كده شفنا بوست انتشر اللي هو لما تلاقيه مثلا بخيل ما تاخديهوش، لما تلاقيه بيتعامل مع أهله وحش بلاش. ففي الأول كده خلينا نقول إيه الحاجات اللي لو البنت لاحظتها أو شافتها في الراجل اللي هي هترتبط بيه تبعد على طول؟ بصي، هي الفكرة كلها إن مفيش علاقات خالية من الخناقة، ماشي؟ لو اتخانقت معاه وتعصب فتلفظ بألفاظ مسيئة للشخص اللي معاك، تاخد في بعضها وتمشي، هي مستنية إيه؟ دي حاجة. الحاجة التانية بالنسبة لو هما مجتمعين في مكان عام وما حاسبش، دي حاجة مش من الذوق ولا من الرقي، برضه تاخد في بعضها وتمشي. حتى لو هتتجوز بكرة هي هتستنى إيه؟ يعني الالتفاتات البسيطة اللي أنا بنزلها العميقة، الالتفاتات دي بتبقى بسبب نتيجة استشارات أكتر من 50 و60 استشارة بتجيلي يوميا من ستات مش من رجالة. طب لما يجيلي 50 60 مشكلة في اليوم، طب ما أنا لازم بقى أتكلم. طب ما ننصفهم بقى، مستنيين إيه؟ فالمشاكل أغلبها يعني للأسف هو بيبقى بسبب عدم الوفاق وعدم التفاهم، أو بيبقى سبب إن الراجل بيبقى منتظر إن الست تعمل حاجات في مخه هو منتظر إن هي تحصل أو عايز يسمعها، وفي نفس الوقت على عكس الست بتبقى مستنية ردود أفعال معينة، وده غلط، لكل واحد ليه كينونته مختلف عن التاني. طيب رضوى دلوقتي سألت ايه النقط اللي لو شافتها الست في بداية العلاقة تاخد لها في سنانها وتهرب؟ لو لقيته بيحب لمة البنات، اول حاجة لمة البنات حواليه، لمة البنات رقم واحد. رقم اتنين البخل ده تعرفه من حاجات شكل الهدايا مع قياسا بامكانيات. لا، الهدايا ما تتقاسش خالص كان هي امكانيات ماديه، هو فجاب لي حاجه رخيصه او غاليه، هي في الاخر كفايه ان هي افتقرت او بيفكر بيفكر فيها وما بيفكرش فيها. الخروج ان هو هيبقى عايزها تدفع، ده طبعا دي كارثه، دي حاجه فارغه. انسى محفظتي. ثلاثه ايه تاني؟ ان هو يكون دايما طيب هفكر ورد عليك، غالبا بيبقى هفكر ورد عليك في اي حاجه، في قرار عايز ياخده في حياته. الراجل بيعرف ياخد قرار، بس لو قعد فتره على ما ياخده ممكن يكون بيستشير حد تاني بياخد رايه، فرايه مش منه، مش يعني منه. فلازم هو ضعيف. لازم يكون طبعا هو لازم ياخد القرار على طول وقتي، لازم هو يكون الامر الامر الناهي في كل حاجه، في زمام الامور يكون هو المتحكم في كل شيء. مش معنى كده ان هو ما يستشيرش اللي حواليه، لا يستشيرهم، بس الامور على الاقل البسيطه اللي مش مستاهله ان انت تسال حد تاخد قرار فيها وقتي على طول، وما تكذبش وما تحورش. الكذب برضو ملحوظ جدا. الكذب نوعين يا استاذه، الكذب نوعين. النوع اللي هو انا ممكن انا كست اتغاضى عنه، ان هو يكون مثلا ايه، انا قدمت له اكل دلع فقال لي شكرا جميل الاكل حلو مش مستاهل حاجه، بس يعرف ان هو دلع. في كذب تاني، دي مجاملة يعني. في كذب تاني بقى، انا ما عنديش ثقة في نفسي فانا خايف فبكذب علشان ما تقفش. حوارات بقى، حوارات بقى وولدت وعجن تمام. فالكذب طيب كمان. اي حد في العلاقة في الاول، خصوصا في الاول، وانا مش بحب اقول ان هو بيمثل، بس هي غصب عنك يعني. احنا واحنا قاعدين مع بعض كده، هو اكيد ده مش شخصيتنا الحقيقيه مليون المية. يعني ده طبيعي يعني. دي خلقه ربنا، ربنا خلق، او احنا طبيعه البشر عامه لما بتبقى في موقف معين احنا عندنا شخصيات مختلفه. هنا بتبقى عامل كده وهنا فغصب عنهم
ما انا بديهم اهو يعني بديهم عشان بقاش شريره غصب عن الاثنين اللي في العلاقه. لما بيتقابلوا مع بعض في الاول او بتبقى في بدايه العلاقه كل واحد بيحاول يجمل في يبقى نفسه، مثالي، بيبقى بيحاول مثالي. يبقى مثالي. فانا ازاي اقدر ان انا امسك العيوب اللي الاستاذ احمد قال لنا عليها مش دلوقتي؟ هتمسكيها. طب اعمل طب ايه؟ نعمل الراجل ايه؟ ذكي جدا في الاول، ما تعرفيش بقى بيحاول ان هو علشان في الاول يتعرف عليكي وبعد كده هيتغير، بس في الاول مستحيل تقفشيه. ايوه خالص. لمده قد ايه؟ ايه من ايه امتى الحل؟ ممكن ابتدي يعني دلوقتي انت بتقولي ما ينفعش البخيل، ما ينفعش اللي بيسال متردد اللي هو بيسال حد تاني ما عندوش شخصيه، ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش. انا اعرف منين بقى ان هو لما عنده العيوب دي اذا كان هو اصلا بيضحك عليا؟ ادي لنفسك فرصه بس ان انت تجتمعي معاه في اماكن معينه، تتكلموا مع بعض كتير، تفهميه، تشوفي فكره بيفكر ازاي، يعني بيتكلم الوقت، ازاي. الوقت هو اللي ممكن الوقت يجيب لنا النتيجه النهائيه يجيب لك للقصه دي. الزتونه من الاخر. اه الوقت. لكن الوقت في الاول لا مش هتعرفي، في الاول مستحيل. الرجاله ذكيه جدا، يعني هيداري فتره قد ايه مثلا لحد ما هو شغفه يبتدي ان هو يحس ان هو خلاص خلاكي تتعلقي بعد حلاوه البدايات؟ اه خلاكي تتعلقي بيه. هو يعني بصي، هو ممكن يكون بيحبك برضو، ما تخلوش نظلمه، ما تخليناهوش نظلم الراجل. هو ممكن يكون يعني نفرض برضو حسن الظن، هو ممكن يكون بيتعامل كويس معاك علشان هو حاسس بمشاعر تجاهك. بعد كده بقى مع الوقت ومع الاستمرارية هتكتشف في الاخر هو فعلا في كل الحاجات اللي هو كان بيتكلم عنها، ولا بعد كده كل ده اتغير وكل ده اختلف عن الاول. ما هو عامل الوقت مهم جدا على فكره برضه. والبنت، ما هي اكيد ممكن البنت جدا تبقى بتداري حاجات، يعني هما احنا الاثنين. بنتكلم على النقدين. طب ايه برضه الحاجات، خلينا محايدين بقى، ايه الحاجات اللي الراجل برضه لو لقاها في البنت من الاول كده يقول لها باي باي؟ برضه نفس الحكايه، نفس لمة الولاد. الحاجات. انا شخصيا ما احبش ان البنت يكون حواليها اصحاب كتير او ليها او بتجتمع، يعني عارفه انت لما يبقى مثلا في جامعه عادي دول زمايل، لكن تخرجي مع اصحابك ليه؟ ما فيش حاجه اسمها اصحاب ولاد. انا خارجه مع صاحبي ولا خارجه مع صاحبتي؟ لا، لو انتوا جروب شله انا هقبل بده، لكن مش هقبل لو انت خارجه مع اصحابك الولاد. يعني تخرجي مع اصحابك الولاد ليه؟ هنا لا، مش هحب. حتى لو احنا مش مرتبطين بس انا مش هحس ان انا طب برضو ايه اتشدت العيوب لك. في الشخصيه؟ يعني في بنت مثلا ممكن تلاقيها مسيطره زياده عن اللزوم، بنت تلاقيها متكلمه يعني رغايه زياده عن اللزوم. ايه برضو العيوب اللي الراجل لازم ياخد باله منها وهو لسه بيرتبط ببنت يعني في بدايه العلاقه؟ ان هي مثلا تكون ما بتاخدش بالها، ان هي ما تتعاملش برقي مثلا، وهي بتضحك صوت ضحكتها عالي جدا، دي حاجه برضو ما بتجذبش الرجاله، فاهمه؟ دي حاجات في الشخصيه بتختلف جدا، الراجل مش هيبقى منجذب ليها. طيب في بعد الجواز نقدر نقول ايه الاهم، الحب ولا الفلوس؟ بص، هو كده كده الفلوس مهمه، بس خلينا نتكلم على ان مش كل الناس بتدور على الحب ولا الفلوس، الاحترام قبل كل شيء. الفلوس بقى في الاخر جت ما جاتش، ده رزق بتاع ربنا. فانا ما ينفعش ادور على الفلوس. لو دورت على الفلوس فانت ممكن تعيشي ما تتجوزيش، تعيشي لوحدك، لكن تتجوزي وبعد كده تدوري على الفلوس او الحب، لا. هو الحب لازم يكون موجود بعد الاحترام. الاحترام هو الدافع للحب، ده هو اللي بيخليك تتعلق بالشخص ده. وبعد كده بعد ما يحصل ان شاء الله زواج، الفلوس بقى والحاجات دي كلها سهله، امرها سهل. الفلوس عمرها ما تكون اهم شيء. ما ينفعش نقول اصلا ان الفلوس مهمه قوي. الفلوس هي وسيله مش غايه، مش هدف بس ان انا اوصل له. انا هدفي ان انا اسعد زوجتي او اسعد الشخص اللي معايا واقدرها واعرف قيمتها. بكتير بقليل، المهم الهدف الاكبر يعني. الهدف الاكبر بس هي خلينا نقول يعني مهمه. هي مهمه مهمه عشان جدا. الحياه تستمر. مهمه عشان الحياه تستمر، بس ما هو اكيد انا برضو هي مش هتتجوز اي حد. هي مش هتسيب نفسها لاي واحد وخلاص. فهي الفلوس مهمه بس مش هدف ان انا اسعى ليه، ان انا احوش بس فلوسهم وخلاص. لا، لازم الراجل يكون عارف ان هو يكون ازاي راجل، ما يقللش من الست اللي معاه في مكان عام مع الناس قدام الناس. دي حاجه تقدر ان هي تجرح الست جدا. تمام. يعني انا شايف أكيد. ان دايما الست، انا مش بنصفها وبجع الراجل، بس هي الست دايما هي اللي بتبقى مستاهله ان احنا بنصفها. تمام. هنروح لفاصل صغير نرجع نكمل مع حضرتك الكلام على ازاي تختاري شريك حياتك وازاي تقدري ان انت تكسبيه مع استاذ احمد عيد صانع محتوى استشاري العلاقات الزوجيه. فاصل صغير نرجع نكمل معاكم. لسه مكملين مع استاذ احمد عيد صانع محتوى واستشاري العلاقات الزوجيه، وبنتكلم على ازاي تحافظي على جوزك، نحاول نفهم اكتر مخ الراجل عامل ازاي وازاي نقدر نكشف الراجل. لو قلنا النهارده انه الراجل خان، وخلينا نتفق على حاجه، ان مش كل الستات في حاله الخيانه بتمشي، ومش كل الستات عندها استعداد انها تكمل. امتى بقى الصح الصح انها تمشي وامتى
تقدر انها تكمل. لا هو في الحالتين ما تكملش، تمشي. تمشي في الحالتين؟ اه طبعا. مفيش حالات ان هو يقول لك بيتك وعيالك وما ينفعش اخرب البيت، ودي مره ودي نزوه وما حصلش حاجه. الراجل الخاين بيبقى معروف انه خاين. سامحيني. لا ما هتسامحه مره واثنين وثلاثه وبعد كده هيكررها تاني. لو قررها في الخفاء مش هتعرف. ممكن بعد كده يحاول يبقى اذكى شويه، المره دي اتقفش بعد كده ما يتقفش. بس لا ما ينفعش الخيانه، لا 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 فراغ منها. طب في ستات تقول لك اه لا هو بينزل بيشوف بنات كتير وكل حاجه، بس في الاخر انا اللي مراته وهو بيرجع لي انا. ماشي ما هو خانك. وفي في في فخر كده بعتذر. انا مش عايز اقول بشفق على الناس دي، بس لا هم ما ينفعش اصلا يفكروا في ان هو بيخوني عادي وهيرجع لي بالليل بيحبني انا. طب ما هو بيرجع لك عشان ده بيته، لكن في الاخر خانك. يعني يعني عجبته حد تاني غيرك. طب هل ده بيبقى طبع ولا ممكن فعلا تبقى مره وبعد كده خلاص يعني يرجع تاني ويبقى تمام؟ هو ممكن يبقى يتعدل، انا معاك في ده، بس في ستات ما تقدرش تستحمل ان هي تستنى تشوف هيتعدل ولا لا. لا هي من الاول ما ينفعش، ما ينفعش يخوني. يعني الخناقه انواع برضو، على حسب ايه خانها ازاي. يعني انا في اكتر من 50 و60 مشكله بتجيلي في اليوم. 60% من المشاكل دي كلها خيانات. طب هم بيقولوا لي احنا مش عارفين نخلع ازاي، انا عندي 4 عيال اعمل ايه؟ ارفع عليه قضيه؟ بيخوني مش مستحمله الخيانه. طب اقول لها نوع الخيانه ايه؟ تقول لي شفته بيتكلم مع واحده في الشات. طب شوفي رغم ان دي خيانه من وجهه نظر الرجاله كتير دي حاجه هينه، طب الحاجه الهينه دي خلتها تمسك موبايلها تخش تدور على احمد عيد تكلمه تقول له انا عايز اسيب جوزي. ما بالك بالخيانات التانيه الاكبر. ما علشان كده الخيانه دي حاجه بشعه. الراجل اللي ما عندوش ثقه في نفسه يخون، الراجل اللي هو مش مكتمل، انا شايف كده. ايوه بس في ناس كتير بتقول لك ان هو خانها علشان هي مش مكفيه. يقعد معاها في ساعه الصفا كده يتكلم معاها يقول لها انا محتاج ان انت يعالج المشاكل بتاعتها. ما هو برده في عيوب. زي ما هي عندها اكيد كله فيها. بس في ناس للاسف ما بتتغيرش، يعني في واحده ممكن جوزها مثلا يقول لها كده او يتكلم معاها في عيوبها وهي تفضل برده طول الوقت لا انا تمام. يعني خلينا نقول برضو ان في ناس للاسف ما بتتغيرش. ما هو اللي ما بيتغيرش ده حاجه كده، دي حاجه وحشه قوي. انت لازم تتغير عشان نفسك. في ستات زي ما رضوى بتقول، في ستات بتحس ان هي ملكه الراجل. أيوة. هو بقى بتاعي. هو مش هيروح في حته. انا ما حدش هيبص لك. اللي هي الثقه في النفس الزايده قوي دي، فببتدي ان انا ابقى مهمله، فببتدي ان انا مش متخيله الخيانات بقى بتيجي هنا بقى. هنا بقى الخيانات بتيجي. هي مش متخيله الواقع بتاع العمايل دي ممكن تعمل ايه برضه. طبعا لازم. هو الراجل بيزعله ايه؟ العند، الند بالند، الحاجات دي ممكن اعالجها. انا ممكن اقعد مع مراتي كده اقول لها بصي انا زعل. اصل هو المتحكم، هو الامر الناهي، هو اللي هيقدر ان هو يدور على سعادته، ولما يلاقي ان سعادته في الست اللي معاه ساعتها هيعرف يخلي الست اللي معاه تطيعه زي ما ربنا امرها. بس هو هي مش ما بتطيعوش علشان هي مش عايزه تطيعه، هي زعلانه. هي ممكن يكون عندها فيدباك عنه في حاجات هو عملها مضايقاه مأثره عليها نفسيا، فلازم هو يكون اللي بيعرف ان هو يحتويها. ما هو برضو ما انا مش جاي علشان اقول لك ان الست هي الكائن الملائكي. يعني ما الست برضو وحشه بتغلط برضو حاجات كتير، بس خلينا برضو نرجع ونقول ان الست اللي بتتالم اكتر، هي اللي بتتوجع اكتر. فخلينا نصفها كرجاله، نقدر نصفها كأم كأخت، مش شرط كزوجه، نصفهم بشكل عام. هو الراجل في النهايه برضو هو اللي عنده قوه اكتر. طبعا وما دام عندك القوه الاكبر او انت ليك اليد العليا اكتر في البيت او في العلاقه، فبالتالي سوق انت بقى. سوق بقى. سوق واستحمل سوق شويه. يعني برضه هي ممكن تبقى هي صوتها دايما اقول اللي بيأذي ممكن من كتر ما هو يعني حاسس ان هو. أيوة ما باليد حيل. ردود افعال. بتبقى رد فعل. يعني هي اخرها ايه مثلا؟ هي متضايقه شويه، متعصبه من حاجات في البيت، من الولاد، من الشغل، من الطبيخ. يعني هي ممكن تكون شغاله بترجع كمان بتشوف ما هي بيتها ده شغل برضه، ما بتلاقيش تقدير. ما بتلاقيش تقدير. لازم ردود افعال الراجل في اللحظه دي، مش اللي هو ايه يعني انت بتعملي انا بعمل ايه، انا سهران بره لحد الوش الفجر عشان مين؟ ده غلط. لازم ماشي على عينه على راسه. انت شغال، ما هي شغاله برضه، ما هي بتشتغل بره وجوه. في ستات بتشتغل كتير جدا وفي نفس الوقت برضه مش مقصره في حق بيتها وفي حق جوزها وفي حق عيالها. فلازم انت تكون بتحتوي الموضوع وبتحتوي الموقف وبتحتوي الست اللي معاك عشان تلاقي في الاخر اللي انت عايزه. الاثنين محتاجين يحتووا بعض بصراحه. يعني نعم؟ الاثنين محتاجين يحتووا بعض. يحتووا بعض يعني هما الاثنين. عشان بس الكون ان الست عاطفيه اكتر، الست منتظره اكتر، الست هي اللي دايما بتبقى مستنيه ان الراجل هو اللي يعمل اكتر. طب انا عايزه اعرف دلوقتي، خلينا نقسمهم، نعمل جدول كده، نحط ازاي الراجل يحتوي الست وازاي الست تحتوي الراجل. عايزه روشتة. الراجل عايز الست تحتويه ازاي؟ ما تطلبش منه فلوس.
ما تكلموش خالص. لا ما احنا عايزين ناكل، عايزين ناكل وعايزين المدرسه عايزه سبلايز وعندنا عايزين حاجات. لا احتواء الست غير الراجل، الراجل بيبقى دايما عايز ان الست اللي معاه دي تكون مركزه في حياته، تكون بتمدحه دايما مدح، فخوره بيه، فخوره باي حاجه هو بيعملها، فخوره باي حاجه هو بيقدمها، سعيده بكل حاجه هو بيعمله، اي حاجه هو بيقدمها ليها حتى لو كانت بسيطه هي تشوفها حاجه عظيمه. ده احتواء الست للراجل، والله لازم احنا اقل حاجه بتسعدنا. ده انت لو عملت لي صينيه بطاطس بالليل باللحمه هنسى انا كنت مزعلك في ايه، ده انا ممكن انا اللي اجي اصلحك كمان. بس لازم انت ما تديش نفسك لاي حد. يبقى المدح رقم واحد. أيوة. رقم اثنين، رقم اثنين ان هي تكون دايما شايفاه هو رقم واحد. هو يعني حتى هو لو هي بتعرف تعمل كل حاجه يعني ده المدح برضه. ده ممكن نقول ان هو المدح برضه. لا بس هو على المساعدات ان هو هو اللي بيعمل بالظبط يعني. انا حتى لو هي بتعرف تعمل كل حاجه لا برضه انا ما بعرفش، انا عايزاك انت وجودك معايا هو اللي هيبقى فارق، انا عايزك تكون موجود على طول حتى لو انت مش هتعمل حاجه. تمام. يعني ايه تاني؟ الامان. الامان، الست محتاج دايما تحس بالامان وتحس بقيمتها وتحس ان هي مرغوب فيها. تحس بالامان ازاي؟ ان الراجل يكون يقول ما تخافيش انا جنبك، لو هي شغاله مثلا المدير زعق لها، لا المدير مثلا غلط في موقف مثلا في الشغل، هي اختلفت معاه في حاجه، سيبي الشغل ما تشتغليش، انت عايزه ايه يعني من الشغل؟ اقعدي هنا وانا اسددك، اصرف عليك، اعملك اللي انت عايزاه. يحسسها دايما ان هي مش خايفه حتى لو هو مش قادر ان هو برضه يعمل كده بالكلام حتى على الاقل. والله العظيم الكلمه الطيبه صدقه. صح. الكلمه دي الكلمه ممكن تهد بيوت، ممكن تفتح بيوت. صح ده حقيقي. لسانك ده ممكن يخليك تفوت في الحيطه كده، تكسر الحواجز، توصل لقلب الست اللي معاك، تخليها تحس ان هي عايشه في امان. الامان ده ملموس، مش اللي هو امان معنوي بس اللي هو هقوله بالكلام. الامان ملموس في الاحتواء، بيبان في احتوائك ليها، انت هتحتويها ازاي، هتحتوي الست اللي معاها ازاي. لما تختلف مع والدتك انت تحاول ان انت تنصف الاثنين وفي نفس الوقت برضه ما تجيش على حد. تنصف الاثنين مش تنصفهم. تنصفهم مش تنصفهم. والنبي بلاش ننصفهم. تنصف والدتك وفي نفس الوقت برضه تبقى بتعرف ان والدتك لا دي مراتي، ليها بيت، ليها كينونه خاصه بيها، ليها حياه بتاعتها. دي بتبقى مشكله، دي دايما بتحصل. اغلب المشاكل دلوقتي نص المشاكل بين الزوجه واهل الزوج بتبقى علشان الام، ام الراجل دايما بتبقى عايزه تتدخل في كل حاجه. اتدخلي كل حاجه بس خلي رايك استشاري. خلي رايك استشاري، مش لا انا ابني. هو الراجل هنا بيبقى في موقف لا يحسد عليه الصراحه. لا ما هو غلط يعني، هو لازم يكون عارف بيعمل ايه. بمعنى ايه؟ ما يجيش على حد. دي مراتك؟ لا دي برضو امك. دي امك؟ لا دي برضو مراتك. كان في كتاب قريته اظن لو ترجمته يعني هيبقى ليه الراجل بيحب، ليه الرجاله بتحب الستات المفتريه او القويه. عارفه كده؟ ايوه. لا ليه بيجوزوهم؟ ليه يا سالي؟ ليه بقى؟ ليه؟ ما الراجل شخصيته ضعيفه اللي بيحب الست المفتريه. مش مفتريه، لا هو كان معنى الكلام انا قريت كده، هو معنى الكتاب انه الست القويه اللي بتعرف تاخد حقها. أيوة. اللي هي مش متاحه على طول، هي عارفه. أيوة. ازاي تبقى موجوده وتدي، عارفه امتى تسحب. أيوة. دي بقى الست القويه مش المفتريه. مش المفتريه بقى. من لا بس هو عنوان الكتاب عنوان صعب قوي. لا 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 لازم تكون الست قويه علشان هو راجل قوي. لو هو مش راجل قوي، راجل شخصيته مش قويه. اي بس هو الراجل فعلا بيجري ورا الست اللي هي شخصيتها قويه، عارفه قيمه نفسها. والله مش كله. انا بتهيألي مش كله. مش كله. مش كله. في رجاله بتحب الست الضعيفه. فعلا في رجاله بتحب الست اللي ما تناقشهاش وما تردش وتتكلم. يعني عارفه انت نظام لو ما تتكلميش ما تبصليش. أيوة. اي حاجه فيها فرقيش. بالظبط بالظبط. لا في شخصيات بتبقى صعبه جدا بتدور على الست. طب والراجل اللي بيحب الست الضعيفه ده راجل شخصيته قويه يعني ينفع في كزوج كعيله يفتح بيت راجل لا هو انت المفروض تحب الست اللي لكونها هي دي الست اللي انت بتحبها، مش علشان هي قويه ولا ضعيفه. ده الصح، باختلاف بقى ان هم بيعملوا ايه، او بتحب الست الضعيفه او قويه، دي حاجه غلط. انت بتحب الشخص اللي معاك. انا بحب الشخص دي. ليه؟ سؤال سالي بقى لان انا عايزه افهم ان ايه بحب حد. انا مش لاقي نفسي غير معاك. ازاي؟ مش عارف. من غير اسباب؟ من غير هو الاسباب نفسها. ربنا ما ينفعش اقول لك الاسباب واحد اتنين تلاته، لا انا حاسس ان انا مش لاقي الراحه النفسيه غير في وجود الشخص. أيوة ده. ايوه انت بتلاقي الراحه النفسيه. متفاهمين مثلا بيسمعوا بعض. ما تعرفش ليه والله، عارفه احساس غريب، احساس حلو قوي. ايوه بس زي ما انت قلت، ما هو اكيد الست دي بتدي لك حاجه، يعني لما بتبص لك بعينيها هي بتدي لك المدح اللي انت عايزه. لما بتبقى تعبان هي بتحس بيك وتعرف امتى تسالك انت تعبان عايز تتكلم في الموضوع، وامتى ما تسالش وتسيبك ان هو محتاج يقعد لوحده شويه. هي فهي بتدي. أيوة لك حاجه فهمت. انما بقى شفت حد شكله حلو ده انجذاب. ده اي لايك كده. ده حاجه ثانيه غير الحب. أيوة. بقى انا اظن يعني. ده انما عشان احب حد لازم يبقى بيديني حاجه. ما ينفعش ببلاش، مش هينفع والله. ما ينفعش مقابل. ما ينفعش بدون مقابل، لازم يكون في مقابل. بالظبط. بس مش استنى المقابل ده برضه. المقابل مش المقابل زي ما قلت لك ان هو انت بترتاح ليه. ايوه علشان الشخص ده فهمني،
مش يعني الراجل دايما غير الست في حته كده، ان الست دايما بتبقى عايزه لما تحتاجه تلاقيه. الراجل بيبقى عايز برضو لما يحتاجها يلاقيها من غير ما يقول لها، ان هي تفهم. الراجل ما بيقولش انا عايز او بتاعك، الراجل عايز يتفهم من غير ما يتكلم. تفهمه. هو دي احنا كده، احنا صعبين في التعامل. وفي نفس الوقت برضو لما تعرفي المفتاح بتاعي هتلاقي سعادتك وراحتك والله. بس للاسف بقى بس للاسف في ناس بقى بتبقى اختياراتها مش على اساس ده، اختياراتها على اساس الشكل، على اساس فعلا زي ما كنا لسه بنقول شخصيه قويه او ضعيفه، على حسب بقى الاختيارات. الاختيارات الغلط على الاختيارات فكرة الغلط دي ما تخليكش تيأس ان انت خلاص اخترت غلط فمش هتلاقي بعد كده اختيار صح. امال ايه بقى؟ هو الفكره كلها بس انت ما في امل يعني. في امل طبعا، هو دايما في امل، بس على 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 حسب انت رجلك غرزت وخلاص اتجوزت وبقى فاعل ازاي. ما هو المفروض تعرف الحاجات دي من بدري، المفروض ان الواحد. هو انا عارف، انا معاكي ان احيانا ما بيبانش في الاول. ايوه بس في يعني اكيد ظهر، اكيد في حاجات انت مش مستحملها دلوقتي بعد ما حصل في جواز وخلفه، الحاجات دي كلها اكيد في حاجات منها طفيفه، في بوادر انت كنت هتتنبأ بيها الاول ما تنبأتش بيها. بس انا مثلا ما خدتش بالي، ما تنبأتش مع السرعه وتجهيزات الفرح والحاجات دي، للاسف هي اللي بتاخد الناس. هو الاستعجال ده غلط، مش مش انه انا اعرف الطباع اللي قدامي يعني. فتره الخطوبه معموله، ما احنا قلنا بيضحكوا فيها على بعض ومستحيل الراجل يتفقس. سنة. انت قلت كده ده اول 10 دقايق. قلت ولا ما قلت؟ قلت بس ده قلت بس ده في اول 10 دقايق وانا بحاول اتعرف عليك. لا انا عايز اعرف انه على مدار في الخطوبه، فتره الخطوبه برضه بيبقى كل واحد عامل فيها حبيبتي وصلتي كلميني لما تروحي. صح. ايوه روحتي بالفرانكو، روحتي اكلتي الصبح، روحي وهم معديين الشارع. لا خلي بالك، ويبقى هو ناحيه. لا بعد ما بيتجوزوا هو بيعدي الشارع لوحده بيسيبها تداس بترولي عادي، مش مشكله خالص، مش موضوع. ممكن بعد كده يقول لها انا عندي شغل. انت ما تضحكيش. وما بيبقاش عنده شغل، هي اللي بتصحي مش هو. مش عنده شغل بالظبط. ايوه روحتي ما روحتيش مش موضوعي، خلي بالك من نفسك بالظبط. ازاي بقى ابقى مصدقه ان الحاجات دي حقيقه هتستمر؟ لان هي دي جزء كبير جدا من اختيار الست للراجل. ونفس الكلام الراجل برده بيختار البنت اللي هي مثلا ايه، انا طبخت النهارده عملت كيكه في البيت. ايوه وهي ما بتعملش حاجه. ما تعملوش كيك بقى، حبيت الكيكه اللي عملتيها لنا. فاهم قصدي؟ ايوه. ازاي الاثنين، مش هقول الست بس، الاثنين في فتره الخطوبه، وفتره الخطوبه دي المفروض انها تبقى قد ايه، يقدروا يقروا الحقيقه من بين كل التزيين اللي حاصل، اللي هو انا ما بقولش عليه كذب بصراحه، انا لا اكذب ولكني اتجمل. هو انه حرام ما بتبقاش مقصوده، ولكن غصب عن النفس البشريه بتبقى عايزه تطلع احسن حاجه، تطلع احسن ما فيها، عايزه تكتشفي الشخص ده وتعرفي حقيقته. هتعملي ايه في وقت الخناقه؟ لو هو والله لو مين لو عمال يتصنع وعمال يظهر ان هو مثالي، اتخانقي معاه، اتخانقي معاه، افتعلي خناقه، افتعلي يعني خناقه، شوفي هيتصرف ازاي. زي ما قلت لك في الاول هيتلفظ، هل مثلا هياخد في بعضه ويسكت ويمشي وينام ويحاول يدور على السهل ان هو يبعد؟ هيتصرف ازاي؟ ما هو هيبان في الوقت ده بقى. بس هل انا طبيعي افضل احطه في اختبارات مش حقيقيه كده؟ لا ما هي من غير الاختبارات كده كده الخناقه، كده كده الخناقه كده كده هتتخانقوا مع بعض، لان الاختلافات دي وارد تحصل ما بين الاثنين، لان احنا مش زي بعض، ما اتولدناش زي بعض، ده الاخوات بيتخانقوا، ما فيش حد شبه بعض. ما فيش حد شبه الثاني في حاجه، كلنا مختلفين بس احنا بنكمل بعض. انا لازم اكون، انا عارفه انت اللي هو ايه، مهما تغلطي انا لازم اعدي لك، مش علشان انا ضعيف، لا علشان انا ربنا خلقني حكيم اكتر. انا مش انا بتكلم بنبع ان اللي ربنا خلقنا ده، والرجال قوامون على النساء بما فضل بعضكم على بعض. بالظبط كده. فانا اجابتي عليكي علشان تكتشفي الراجل وتعرفي حقيقته وقت الخناق، هيظهر كل حاجه. استفزه بقى بالحاجات اللي انا محتاجه من غير ما تستفزيه. لا بلاش، عشان الرجاله ذكيه. بلاش نفتعل، بلاش تستفزيه. الرجاله ذكيه جدا والله العظيم، بيقفشوا، هيعرفوا انت بتختبره ولا لا. ايوه فعلا بيعرفوا. ما انا عشان كده بقول مش هنفضل نحطهم في اختبارات، مثلنا خناقه عشان نفهم برنادي برضو الستات، نبقى يبقوا فاهمين يعني ايه اكلم معاه في ايه علشان اقدر اعرف ايه. زميلتك في الشغل، ما هو اكيد مثلا هو بيتكلم في موقف حصل معاه في الشغل، اكيد مثلا صادفك ان هو بيتكلم عن زميلته مثلا. طب زميلتك دي احتكاكك بيها عامل ازاي؟ او تعاملك معاها ازاي؟ ما يحسش انها زنانه ورزله وكاتمه على نفسه؟ والله لو بيحبك مش هيحب كاتمك على نفسه. ممكن ما يقولش الحقيقه برضه. ما هو مش هيقول الحقيقه، بس مسير الحقيقه هتظهر على الواتساب في رساله بتكلمك ليه بعد الشغل. يعني تحاولي تركزي على الحاجات اللي ما ينفعش تحصل، اللي هي مثلا دلوقتي ايه، وقت الشغل للشغل. بعد الشغل ما ينفعش حد يكلمك، وكذلك هي برضو ما ينفعش حد يكلمها بعد الشغل. ففي اللحظه دي انت لو اتخانقتي ساعتها انت مش بتختبريه، انت بتتخانقي فعلا. لو اتخانقتي معاه في اللحظه دي انت ساعتها كده مش بتفتعلي خناقه، كده كده انت من حقك تزعلي. بتتصل ليه بيه بعد الشغل؟ بتتصل ليه بيه في البيت؟ مش عارف ان هو متجوز؟ بتساله في شغل يعني؟ طب ما تساله بكره في اوقات عمل الرسميه، فاهمه؟ ما ينفعش. وبعدين لازم برضو تكوني بتهتمي بيه، تفطري الصبح،
تجيب له فطار عشان رانيا ما تعملوش فطار في الشغل، فلازم تكون هي مهتمه بيه. يبقى لازم. لو حطينا الكل الكلام بتاع النهارده في نقط، يبقى اول حاجه الاهتمام طبعا، تقدير، ولو عايزه تعرفه قبل الجواز في فتره الخطوبه، في الخناقه تقدري تعرفي كل حاجه. هيبان كل حاجه في الخناقه، هيبان كل حاجه. والمدح يا جماعه، المدح من الراجل او الست المدح مهم جدا. ما قلت تقدير، فكره ان انت لما تعمل حاجه حلوه قوي حتى لو كانت حاجه صغيره. وطبل اطبل اطبل المدح الزايد اللي هو اطبل. ما اطبلش ليه؟ مش دي الست بتاعتي؟ مش دي مراتي اللي انا بحبها؟ وكذلك برضو مش انا جوزك؟ امدحي فيا، طبلي لي. كل واحد بيحب يسمع كلام حلو يعني، ولما بتسمعي كلام حلو بتعملي احلى. بيطيب خاطرك. لا غير بيطيب خاطرك. بتبقى عايز تعمل اكتر. أيوة. حتى لو تعبانة. عشان تسمع كلام احلى. انت هتبذل مجهود عشان تاخد من الحلو اللي انت بتحبه. اديها بس كلمتين حلوين وهي هتخش تعمل لك صينيه كيكه. حتى ممكن تكون هي تعبانه بس هتقف في المطبخ علشان عارفه ان انت تستاهل. وعشان تسمع الكلمتين هي عايزه تسمع الكلمتين. الموضوع سهل بس الفكره كلها ان احنا شكرا جزيلا استاذ احمد عيد، صانع محتوى واستشاري العلاقات الزوجيه. فاصل ونرجع نكمل معاكم فقره مهمه جدا 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 الفقره الجايه عن السعرات الحراريه وازاي نقدر ناكل اللي احنا عايزينه ولكن نحسب السعرات.